بنشوف قرار تحكيمي في مباراه القادسيه والتضامن. طبعا هذه ركله جزاء، ركله جزاء واضحه، واضحه لا غبار عليه. طبعا في اعاقه من بلانكو، بلانكو لحمد امام. بلانكو ما اشوفها كره واضحه، سليم يعني. لا قرار سليم 100%. هني طال مساعد ندى طالب بركله جزاء، هني الحين انا باللقطه ترجع مره ثانيه عشان في اعاده، في اعاده راح نشوف. انا ابيك تشوف بالبدايه ايد ايد مساعد ندى وين في البدايه، بويه اللاعب قبل لا يصير خطا على مساعد ندى، في خط حق مساعد ندى، في خطا على مساعد ندى، حط ايده بويه اللاعب، بويه المدافع. صح. بعدين اللاعب ارتكب خطا على مساعد ندى. شوف شوف ايد مساعد. زين الحكم مشاه ما حط فاول على مساعد، هل لازم يحتسب بنالتي؟ انا قاعد اقول لك في خطأين. ادري مشاه في خطأين ما حط فاول على مساعد، ما حط يعطي بنالتي حق مساعد لان في سحب من المدافع. طيب هذه اللقطة أيضا، هذه لا هذه اللقطة ما فيها شيء لأن مساعد وهو اللي داعم المدافع. شوف شوف مساعد رايح حق المدافع، هني ما فيها شيء. اللقطة الأولى في سحب من المدافع وفي دفع من مساعد ندى، في خطأين مع بعض صايرين. طيب